اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت لكم النهارده عندي لقاء خاص وهام جدا، خاص بالنسبه لي وهام لانه مع شخصيه مرموقه وكاتب كبير واستاذ اساتذتي في الاعلام وواحد من كبار الكتاب والاعلاميين في مصر، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، نقيب الصحفيين الاسبق، الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب، مناصب كثيره جدا ورحله طويله من العطاء مع الكاتب الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ خير، نورني وبشكر حضرتك على تشريفك وعلى وقتك. انا اللي بشكرك على استضافتي، ربنا يخليك. اهلا بيك، شرف ليا استاذ مكرم. عايز ارجع بحضرتك من البدايات خالص واقول لك بعد هذا العمر المديد اطال الله في عمرك وبارك لك فيه، كيف تنظر الى رحلتك؟ يعني الاستاذ مكرم لما بيقعد مع نفسه يبص ورا على ما يقرب من اكتر من نقول 60 سنه في المهنه تقريبا. 60 سنه، 60 سنه في هذه المهنه وحياه وسفر وتعرض لمخاطر عديده جدا، بتبص للرحله دي ازاي؟ ببصها على انها يعني حقيقه الامر انها رحله شقاء، لكنها ايضا ممزوجه بكثير من السعاده وفيها قدر كبير من الوله والحب لهذه المهنه، لأنه هذه المهنة لا تستطيع، لا يمكن أن تعطيك إلا إذا أعطيتها مقدما. وأنا اخترت أن أبدأ من الصفح خالص، يعني رغم أنني كنت خريج كلية آداب قسم فلسفة ومتقدم ومرشح لأن أكون معيد، لكن يعني شاءت الأقدار أني أنا أشتغل في الأهرام في الست شهور الأخيرة من رئاسة تحرير الأستاذ أحمد الصاوي محمد، وكان المكان الوحيد المفتوح هو قسم الحوادث، وأعتقد أنني يعني اخترت الطريق الصحيح إلى هذه. يعني رحت الحوادث مضطرا؟ رحت الحوادث لأن ده المكان الوحيد، وكان الأهرام متوسطات السن في هذا الوقت فوق 65 سنة، وكنا مجموعة من الشباب الصغير اللي بيدخل الأهرام لأول مرة، لأنه الأهرام عاوز يعمل قسم حوادث وعاوز يعمل قسم تحقيقات، وقابلنا كمجموعة شباب وكنا مجموعة شباب جيدة. كان أبرزهم مين يا أستاذ مكرم؟ أبرزنا دخلت كان محمود سامي وكان إبراهيم عمر الله يمسيه بالخير الله يرحمه، وجي بعد كده فهم هويدي، وجي بعد كده كل هذا الجيل، محمود أحمد الله يرحمه، جيل كامل، هذا الجيل كان جيل كامل متكامل في هذه الفترة. وجاء هيكل بعد 6 أشهر، وحقيقة يعني حجم ما تعلمناه من هيكل كثير. هيكل جاي من مدرسة عريقة، أخبار اليوم، أهم ميزة في هذه المدرسة أنها كانت يعني تحاول أن تجعل من تلاميذها النجباء نجوم وتكبرهم وتسعى إلى أن يتوسع شهرتهم وتعطيهم فرص كثيرة. وهذا الميزة التي كانت موجودة في أخبار اليوم كانت مش موجودة في الأهرام. متوسطات السن عالية في الأهرام جدا، الأهرام جورنان محافظ جدا جدا جدا، وبالتالي كنا احنا أول مجموعة شباب ندخل الأهرام.